بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كم في الجنة من درجة؟ قال: 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أول درجة دورها وبيوتها ومفاتيحها وأبوابها ومغاليقها من فضة، والدرجة الثانية دورها وبيوتها ومفاتيحها وسررها وأبوابها من ذهب، والدرجة الثالثة دورها وبيوتها وأبوابها ومفاتيحها ومغاليقها من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، و97 درجة لا يعلم ما هي إلا الله. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا معا إلى هذه الليلة الرمضانية وهذه السهرة القرآنية التي نقدمها لكم على موقع وزارة الأوقاف، ونستفتحها بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ هاني الحسيني وما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. (تصفيق)
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدنا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لا شك أن المجتمع الإسلامي لابد أن تكون فيما بينه روابط وأواصر ومحبة، فلقد قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فرحماء بينهم لا تكون إلا من خلال المحبة والتوادد والتعاطف فيما بينهم. ولقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد آيات القرآن الكريم بأحاديثه الكثيرة التي تشير إلى ذلك المعنى. هيا معا إلى هذه المعاني الطيبات مع الدكتور صبري غياثي من شباب علماء وزارة الأوقاف. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ثم أما بعد، المحبة تعلمنا ونحن ما زلنا نحبو في صغرنا على أعتاب العلم. علمونا في بداية حياتنا خطين، خط رأسي وخط أفقي، وكنا وقتها نحسب أن الخط الرأسي مجرد تعليم للكتابة أو أن الخط الأفقي مجرد تعليم للكتابة، ولكن التعليم عندنا ارتبط بالأخلاق منذ القديم. وما علمنا أهلنا وأساتذتنا هذين الخطين في بداية مدارج رحلتنا التعليمية إلا ليغرس في نفوسنا محبتين لا غنى للإنسان عنهما. أما الخط الرأسي فإنه يرمز إلى محبتنا بالخالق سبحانه وتعالى وعلاقتنا بخالقنا سبحانه وتعالى. وأما الخط الأفقي فهو رمز إلى علاقتنا بكل ما حولنا ومن حولنا من أجناس الوجود جميعها، ومن بني الإنسان مسلم وغير مسلم، بل من أجناس الوجود جميعها. هنا علمنا أهلنا ونحن ما زلنا نحبو صغارا وندرج في أول مدارج الحياة التعليمية أن نربط حياتنا بالمحبة. ولكن الطريق إلى المحبة طريق
المحبة إلى الخلق هو بدايته محبة الحق تبارك وتعالى. وطريق محبة الحق كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي بلغه عن رب العزة جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تلك هي المحبة الخالصة، وتلك هي المحبة الصادقة للحق تبارك وتعالى. الحق تبارك وتعالى ينادينا في كل لحظة، ويقول لنا بلسان الحال لا المقال: لذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، ما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا. ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من بالكون أمر محبنا، ويخشى جمالا وجلالا لأنه قام بإذلال على باب عزنا. رفعنا له حجبا أبحناه نظرة، وودعنا له من سر سرنا. ويا معرضا عنا، يا من أعرضت عن الله وعن سنة رسول الله، إياك أن تحسب أن إعراضك منك. ويا معرضا عنا، إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه، وحب من أحبه، وحب كل عمل وقول يقربنا من حبه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا لها من علاقات طيبة تجمع المجتمع، وتسود فيه المحبة فيما بينهم، حتى يكونوا كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. هكذا قد استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة الطيبة عن المحبة التي استمعنا إليها من فضيلة الدكتور صبري غياثي من شباب علماء وزارة الأوقاف. الآن مع دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. يا قلب تفرد طاعة للباري، والله ما عرف الزمان كأحمد. قلب تفرد طاعة للباري، يوم أهل على الوجود بنوره، والكون مشتاق إلى المختار، وانشق صدر المصطفى بوضوئه،
وانشق صدر المصطفى بوضوئه ليكون عبدا خالي الأوزار. اقرأ رسول الله اقرأ رسول الله لست بقارئ. اقرأ بأمر الواحد القهار. يا من تدثر برده من خيفة أنت النبي وكوكبي ومداري. إني اصطفيتك بالرسالة والتقى فاصدق رسول الله بالأنوار. بلغت يا مسك الختام بأمره وهديتنا في حيرة الأفكار. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.